أنهى فريق نفط الجنوب معسكره التدريبي في بغداد الذي استمر أسبوعا كاملا تحضيرا لمباريات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من دوري كرة القدم بقيادة المدرب الجديد حسن مولى الذي تسلم المهمة خلفا للمدرب السابق عماد عودة. إدارة النادي قالت إنها تريد كتابة صفحة جديدة من الانسجام والائتلاف بين لاعبي الفريق والمدرب مولى تعويضا للنتائج المتراجعة في مباريات المرحلة الأولى التي وضعت الفريق عند المركز السادس في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 8 مباريات. هذا المعسكر حقيقة هو بناء على طلب المدرب موافقة الهيئة الإدارية. راد يعرف أنه مدى جاهزية اللاعبين ومدى جاهزية الفريق. في الحقيقة يعني بنى الآن بناء جديد للفريق، استفاد من عنده في مباراة تجريبية، مباراتين تجريبية وهي الثالثة إن شاء الله. الحقيقة هذه المعسكر التدريبي اللي قيمه نادينا في محافظة بغداد هو للوقوف على جاهزية بعض اللاعبين وتغيير شكل اللعب وشكل الفريق ومستوى ولمعرفة مستوى اللاعبين بالنسبة للمدرب الجديد. مولى كشف إنه بحاجة لبعض الوقت للتعرف على اللاعبين واختيار التشكيل الأنسب بينهم، مركزا على أنه يعمل بكل قواه لرفع الحالات المعنوية والفنية والبدنية لأفراد فريقه قبل انطلاق المرحلة الثانية. إن شاء الله تتكلل بنجاح طريقة اللعب، نجاح أسلوب اللعب الجديد، وإن شاء الله راح نوظف اللاعبين. يعني صارت عندنا فكرة كبيرة وفكرة جيدة عن أسلوب اللاعبين جميعا وعن مميزات اللاعبين جميعا. على ضوء ذلك راح نحاول نختار التشكيلة اللي تخدم الفريق وبأي مباراة كانت. نفط الجنوب خاض 3 مباريات في بغداد، فاز في 1 منها على فريق الحسين وخسر أمام الحدود بهدف 1 والكرخ بهدف لـ2، لكن النتائج ليست مهمة بحسب آراء اللاعبين الذين ينظرون إلى أهمية استعادة الثقة من أجل نتائج أفضل في الجولات المقبلة. قائد التدريبي جديد يريد يوقف على التشكيل وعلى اللاعبين ويعرف اللاعبين أغلبيتهم، يعني حقه الرجال ما يعرف اللاعبين. إن شاء الله يستفاد من المعسكر واللعبات التجريبية، يعني توقف على التشكيل وكل لاعب يأخذ استحقاقه يعني من الكادر التدريبي إن شاء الله. أحس أن المعسكر يعني جيد، معسكر بيستفاد إن شاء الله، وربي يوفقنا في مرحلة ثانية إن شاء الله. نبشر بهذا الكابتن حسن مولى إن شاء الله، والقادم أفضل إن شاء الله. وطبعا احنا بالمناسبة احنا كلاعبين ما راضين بأداء نفط الجنوب، لأن نفط الجنوب نادي معروف ونادي إلى اسمه. معسكر تدريبي في بغداد يهدف من خلاله فريق نفط الجنوب إلى تجهيز لاعبيه والانسجام مع فكر المدرب الجديد حسن مولى من أجل نتائج أفضل خلال المرحلة الثانية من دوري كرة القدم. عدنان لفتة، الحرة، بغداد.